التائب يفتح له الباب، لا يسد الباب في وجه التائب، التائب يفتح له الباب. ولذلك هذا الذي يعالج التائب ويدله على طريق التوبة ينبغي أن يكون عارفاً بهذه الأبواب التي يفتحها للناس. يجي واحد من الناس تائباً راجعاً إلى الله يقول أنا ما صليت ولا صمت 50 سنة. هذا موجود. جاءنا أشخاص قالوا 30 سنة 40 سنة، وعجبت من أحدهم ما صلى في حياته أبداً ولا صام، وقد جاوز 20 من عمره، 20 سنة 25. هذا ماذا يقال له؟ لو جاء الإنسان وصفف له قائمة قال له عليك معرف كم كفارة مغلظة، وعليك تقضي هذه الصلوات حتى تنهيها، وعليك أن تقضي رمضان، هذه رمضانات التي تركتها عليك أن تقضيها كلها، وعليك أن تكفر كفارات عن كل رمضان من الرمضانات عليك كفارة مغلظة. ويدور يحسب له قائمة يحسب له قائمة يحسب له قائمة إلى أن يملأ الدفتر. لا، حتى لو بغي يقول له هذه الأشياء ما بهذه الطريقة من أول مرة يلقاه يصفف له هذه الأشياء كلها. في مرة من المرات جاء رجل إلى الشيخ حمود، وقع في مسألة فيما بينه وبين زوجته، فقال للشيخ أريدك في كلمة على انفراد. فدخل الشيخ ودخلت معه، فكلم الشيخ في مسألته وفي نفسه ما في نفسه من الخوف والهلع لاستعظامه الأمر الذي وقع فيه وصنع، وقد وقع على سبيل غير سبيل التعمد، وينتظر الجواب من الشيخ. فقال له ليس عليك شيء. فبكى الرجل، بكى ذلك الرجل عندما قال له الشيخ ليس عليك شيء. بعدما خرج الرجل وذهب قال له هل رأيت دموع الفرح؟ هذه دموع الفرح التي خرجت من هذا الرجل وهو يبكي. ثم قال والتائب تفتح في وجهه الأبواب، التائب تفتح في وجهه الأبواب. ولذلك الإنسان عندما يقع في شيء من هذه الأمور عافانا الله تبارك وتعالى منها عليه أن يقصد، عليه من أن يقصد الخبير الذي يدله على الطريق، والمفتي كالطبيب. هذا المفتي مثل الطبيب، لا بد أن يشخص حالة المريض. قد يأتيه مريضان في كل واحد منهما نفس المرض، ولكن يصف لهذا دواء ويصف للآخر دواء آخر، مع أن المرض واحد. ويجي يسأله عندك مشكلة في الكبد، عندك مشكلة في القلب، عندك كذا. طيب أنا هذا المرض عندي ليس له علاقة بالقلب وليس له علاقة بالكبد، فيعطيه دواء بناء على التشخيص، ويعطي الآخر دواء بناء على التشخيص أيضا، قد يكون دواء آخر مع أن المرض واحد. هذا أيضا المفتي، المفتي كالطبيب. في مجلس كان يتصدره ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، جاء رجل فقال يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس نعم. فذهب الرجل بعد أن دله على الطريق. في نفس المجلس جاءه رجل آخر قال له يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ فقال له لا. تعجب الحاضرون، سؤال نفس سؤال واختلف الجواب، هل للقاتل توبة؟ قال نعم للأول. وهل للقاتل توبة؟ قال للثاني لا. فسألوه يا ابن عباس ما لك قلت للأول نعم وما لك قلت للثاني لا؟ قال أما الأول فقد قتل، فجاء تائبا نادما مستغفرا،
فقلنا له نعم. وأما الثاني فإني رأيت القتل في وجهه، يريد أن يقتل، ولكن قبل أن يقتل جاء يسأل، بعد ما قاتل لكن قبل أن يقتل يسأل، خلاص بعد ما أقتل لي توبة ولا ما لي توبة؟ فقال له لا، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله،